هاي انا جوزيف. اول ما بلشت الكورونا تبين بالعالم بالصين من تقريبا 4 أو 5 أشهر، ومثل كل حديث بالصالونات اللبنانية لما نسمع عن مرض خطير او عن موت بنقول بعيد من هون، بس هالبعيد من هون ما طول حتى وصل لعنا. بمجرد ما وصلت الكورونا صرنا نعمل قصص ما كتير بنحبها، مثل انه نلبس كفوف بايدينا او نحط ماسك على وجهنا ويكون كتير شو، او نلتزم بتباعد اجتماعي ما بنحبه. وصرنا نعمل هدول القصص لأنه الحكمة قالوا لنا إنه هدول القصص تحمينا تقريبا 90% من إنه ما نلقط الفيروس. أنا بدي أحكي عن فيروس اجتاح العالم وخطر أكثر من كورونا، وتقريبا كلنا بنعرف شو هو، وهو الخطية اللي كتير ناس تعاملوا معه مثل ما تعاملوا مع الفيروس، إنه ما نبدأ هالقد أو ما إنه بهيد الخطورة، وتعاملنا معه بقس الشيء. وبفتكر أنا وأنت وصلنا لمطرح اكتشفنا قدي العالم اللي نحن فيه مهزوز ولا مرة رح بيكون ثابت. مشان هيك بالعهد القديم بيحكوا عن الصخرة، ودائما الصخرة كانت ترمز للمسيح، صخرة ثابتة كانت تمشي معهم بالبرية ووصلتهم لأرض الموعد. ويسوع بواحد من الأمثلة اللي بيعطيها بيحكي عن بيت مبني على الرمل طلعت العاصفة هدته، وبيت مبني على الصخر طلعت العاصفة بس ما قدرت هدته لأنه مبني على الصخر. مشان هيك دعوتي لكل حدا عم يسمع هلا إنه نبني حياتنا على صخر ثابت ما بيتغير، هو صخر الدهور يسوع المسيح.